قالت القائمة بأعمال رئيس قسم الهندسة النووية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية هناء حسن أبو جبل، قالت في تصريحات خاصة لأون لايف إن الدولة مهتمة ببناء محطة الضبع للطاقة النووية، لذلك يحاول قسم الهندسة النووية بالجامعة توعية الناس بدور الطاقة النووية وأهميتها واستخداماتها السلمية. هو طبعا من المعروف ان هو اتجاه الدوله حاليا لبناء محطات نوويه بالضبع، والاتجاه ده واخد يعني خطوات سريعه وخطوات جديه. فكان طبعا احنا هنا القسم الوحيد في على جمهوريه مصر العربيه في الجامعات الحكوميه اللي بتقدم شهاده هندسه نوويه في البكالوريوس والدراسات العليا، فكان طبعا دورنا ان احنا نساعد على ان هي توعيه الناس بدور المحطات وباهميه الطاقه النوويه عموما واستخداماتها السلميه. فكان دايما ان احنا بنحاول نقدم ندوات اساسي لطلاب الجامعه يعني. فده تالت دورة اتعملت، كان قبل كده عملنا سنة 2010 واحدة، والسنة اللي فاتت عملنا واحدة مع برضو شركة روزاتوم الروسية، والنهاردة برضو بنبتدي الدورة التالتة برضو مع شركة روزاتوم. شركة روزاتوم طبعا هي الشركة الروسية اللي هي مخول لها بناء المحطات اللي هتبني ان شاء الله اللي هي محطة الضبع، فعلى اساس كده كان لازم ان هي يكون في تعاون بيننا وبينهم في عرض الدورة.